والله أسرى قطاع غزة بالبداية، يعني أول اعتقالهم، أول شهر من اعتقالهم كان وضع صعب، إهانة وضرب، رغم إصاباتهم، رغم جروحهم، رغم من هذا كانوا يبهدلوهم، يضربوهم، يعذبوهم، يذلوهم ويهينوهم ويخلوهم، يجبروهم على إنهم يهتفوا عاشت إسرائيل، مات السنوار، بالضرب طبعا وبالإهانة والقمع، وممنوع واحد يرفع راسه ويحط ايده على راسه وينزل على الارض، وإهانة 24 ساعة، واللي كان يعني مجرد يطلع عليهم يخرجوه برا يكلبشوا كلبشات لورا ويشدوا الكلبشات على ايده ويدعسوا عليه ويهينوا، في ناس ايده مقطوعة وفي ناس ايده التنتين، في ناس اجره في اجرتين، ما كانش في علاج، فيش عكازات، فيش كرسي متحرك، فيش اشي، وإهانات، حتى كانوا اللي إيديه مقطعين يكلبشوا ويشدوا الكلبشات على إيديه، تيجي تحتج يقول لك تحتج، شد الكلبشات بزيادة على إيديه ويصير يصرخ من الألم. يعني لو عندك حيوان أنت مربي بالبيت انجرح بتروح بتعالجه، بتحط له شاشة دهون، بتعطيه إبرة، بالوضع كان بالسجون لا، فيش علاج، دبر حالك، اشرب منيح، كل منيح، مع انه فيش اكل فيش شرب، المي ساعة باليوم، مي عادمة مكررة ريحتها مجاري.